أما ما تخاطبوني، ما تخاطبني، ما تنتظر الرد، لا غصبا عليك ترد. ما تقدر ومزاجك برتقالي وبنفسجي، شوف لك قهوة وقعد بيها. ذاك الأسبوع والد الطفلة اللي سوت عملية شفة أرنبة ادعى هذا الرجل أنه السيدة المديرة مدرسة الحريري اللي حسب ادعاء أنه هي أخت المعالي أخت الوزير، ادعت أنه ما تدخل الطفلة والطفلة عليها حجز، وادعت أيضا أنه مدير التربية وأبو صحة بغداد الكرخ قال بهذا، وكنا ننتظر الرد من وزير التربية. شوفوا معالي السيد حيدر المتحدث الرسمي بوزارة التربية شلون رد علينا برسالة إلى أحد الأخوات في البرنامج، انطوني الرسالة وانطونيها زوم يا همام، خلي العراقيين يشوفون شلون تعامل ما يسمونه بالمسؤولين مع الإعلام وبأي لغة يخاطبوننا. انطوني بالله الصور اللي دزها معالي حيدر. معالي الأستاذ حيدر مدير إعلام وزارة التربية يعرض لنا الصف اللي سوته المديرة ويتباهى به أنه هذا الصف، ويكتب لي يقول لي تستطيع، طبعا هذا سمو الناطق الرسمي، تستطيع أن تميز بنت هذا المشتكي من الطلبة وفي أي صف تجلس؟ ليش أنا مشكلتي ألعب ختيلان ويا ابنة المشتكي لو يهمني بأي صف؟ قالت لي البنية ليش ما ترد؟ شوف العبارة اللي جوه، انطيني هاي، شوف العبارة الجوة اللي وقفوه، لا تنتظروا منا الرد. باوع اقروها يا ناس، هذا هاي مسؤولين آخر وقت رجالي. أريد أخاطب سموك يا سيادة المتحدث الرسمي، لماذا خالي لا تنتظرون منا الرد؟ مجد قاعد على بابك أني أتوسل متسول على باب وزارة التربية لو أنت قاعد في برج عالي بحيث ما ترد؟ وليش ما ترد يمه؟ ليش ما ترد أنت حضرتك؟ أنت شنو واجبك؟ أنت واجبك على قولة عادل إمام كلمنجي، تتحدث باسم الوزارة وترد باسم الوزارة، وتدعي من يقول أنه صاحب الشكوى على حق. ليش سموك وسعادتك حيدوري دزيت على صاحب العلاقة ودزيت على أخت المعالي وقعدتهم محققت، حتى إذا كان هذا الرجل على خطأ أعرضه مثل ما عرضت عداي شلون حاول التجاوز، وذاك الوقت الردة إذا كان متجاوز. أما أنتم وما يحصل في وزارة التربية وهذه اللغة التي ما أريد أطلع أكثر من هذا تخاطبون بها الناس، هاي السولفها ببيتك والسولفها بدائرتك. أما ما تخاطبوني، ما تخاطبني، ما تنتظر الرد، لا غصبا عليك ترد، لأن هذا حق لمواطن ضائع. أما أن تثبتون حق وتأخذون لحقه رغما عليكم وعلى المسؤوليات التي تحملونها. ما تقدر ومزاجك برتقالي وبنفسجي، شوف لك قهوة وقعد بيها، شوف لك كافتيريا وقعد بيها، وتعلم شلون تخاطب الناس، وتعلموا أن تحترمون المسؤولية وتحترمون العراقيين. أخت الوزير تدافعون عنها، والعراق المظلوم ما لكم علاقة به. منو علمكم على هاي اللغة؟ منو علمكم الاستهتار بالوظيفة؟ سمعت له لا، أنت ووزيرك مطالب أن تردون على هاي. سمعت البارحة حيدوري وكيل وزير التربية اسحته على الوزارة وراح يفتح الملف هذا القضاء، وذاك الوقت هم اكتب لي لا تنتظروا للرد. لما 600 شهادة مزورة وكيل وزير عندكم بالتربية زورتوها لصالح مسؤولين فاسدين ونواب ووزراء، وهذه موجودة وسيذهب بها إلى القضاء. ورد أشوفك شلون تقعد بوزارة التربية وتخاطبني لا تنتظروا مني الرد؟ ليش أنا بحالك؟ أنا بحال المواطن، ومسؤوليتك وشرف المهنة يستدعي أن تتابع هذا المواطن، بس أنتم لستم أهلا للمسؤولية. بس ما أعتب عليك أنت،
لكن اعتب على الزمن الأغبر، الوقت أغم مع الأسف. طولي خليني أشرب مي يا همام، قلبي يبس والله قلبي يبس. من وراء حيدر وأشكال حيدر.